للملكة رانيا شعبية كبيرة، ليس فقط بسبب أناقتها التي توجتها ملكة على عرش الموضة، وإنما بسبب عفويتها التي تجعلها قريبة من قلوب الناس، وقربها من المجتمع الأردني ومكوناته من الشباب والسيدات، حيث تشاركهن الإبداعات وتستمع إلى قصصهن الملهمة، وكذلك الأطفال. ولعل أبرز اللحظات العفوية التي سجلت للملكة رانيا هو تصرفها مع الطفلة غفران الناجية من مرض السرطان، حيث بقيت ممسكة بيدها وتجولت معها في الحفل الخيري لمؤسسة الحسين لمرضى السرطان. كذلك نشرت الملكة رانيا عبر خاصية الستوري على إنستغرام رد فعل طريف وعفوي لها لحظة تعثر مصورها عند وصولها حفل توزيع جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي.